لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان الدكتور عصام ملكوي خبير الدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور عصام، إذن دعنا في البداية نبدأ بتداعيات هذا الهجوم على موقع عسكري إسرائيلي قرب معبر كرم أبو سالم. هل ربما يغير من مسار مفاوضات التهدئة؟ حقيقة نحن أمام مشهد جديد يعطي إشارات ودلالات قوية على أن المقاومة الإسلامية ما زالت تتمتع بقدرة كبيرة جدا على فهم طبيعة العدو الإسرائيلي وطبيعة تحركاته من غلاف غزة ومن مختلف الجهات والجبهات باتجاه مدينة رفح أو باتجاه مواقع المقاومة داخل قطاع غزة. هذا يعطي دلالة أن أيضا المقاومة قادرة على أن تبرهن للعدو الإسرائيلي بأن الاستخبارات الخاصة بالمقاومة ما زالت قوية، وبالتالي استطاعت أن تقوم بهذا الهجوم وبهذه الأسلحة النوعية التي ظن العدو الإسرائيلي بأنها لم تعد موجودة بيد المقاومة، وبالتالي هو كان يحضر لما يهدد به بأنه سيقوم بهجوم على رفح، فضربت ما يسمى بالمصطلح العسكري مناطق التجمع والإعداد لبداية هذا الهجوم، إن كان هنالك حقيقة هجوم تنوي إسرائيل بالقيام به على مدينة رفح. أعتقد أنها شكلت نوعا من الضربة القاصمة ودلالة على أن القيادة العسكرية الإسرائيلية مخترقة، قد تكون مخترقة من أبنائها، وبالتالي هنالك معلومات تسرب إلى المقاومة. إذن هنالك إشارة قوية أعطتها المقاومة للقادة العسكريين الإسرائيليين بأننا جاهزون لأي تحرك ممكن أن تقوم به القوات الإسرائيلية. النقطة الأخرى أيضا تعطي دلالة واضحة على أن الهجوم على رفح لن يكون مختلف جدا عن الهجوم عن بيت لاهيا وجباليا والشجاعية وخان يونس وكل المناطق التي استباحتها القوات الاحتلال الإسرائيلي. لذلك تعطي المقاومة معلومات قوية على أننا مستعدين ليس في رفح فقط ولكن في جميع المناطق، وما زلنا قادرين على أن نضرب في غلاف غزة. دكتور عصام، يعني هناك أجواء أو تم الحديث عن أجواء إيجابية في مفاوضات التهدئة هذه المرة، هل ربما نشهد اختراقا حقيقيا بالفعل في هذه المفاوضات هذه المرة ويكون هناك توصل لهدنة على أرض الواقع في ظل ما نشهده من تحركات دبلوماسية ووساطات مصرية وغير مصرية أيضا؟ هو يعني حقيقة ما يجري على أرض الواقع يدل على أن هنالك سعي جاد للتوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن أو الأسرى أو المعتقلين من الطرفين. لكن الآن نحن أمام المشهد الجديد الذي يسمى بعلم الاستراتيجية أو السياسة هو صراع الإرادات، أو بالمصطلح العام هو يعني عملية شد الحبل أو العض على الأصابع، من يتحمل أكثر. أعتقد هذه معادلة مهمة إذا أردت يعني أن نفسر ذلك، أقول أن دائما في معادلة المعتدي والمعتدى عليه نبحث دائما بقيمة الشيء المتنازع عليه، وأيضا إذا عرفنا قيمة الشيء المتنازع عليه من هو الذي يشكل لدى طرف آخر هذه القيمة بمستوى وقيمة أعلى، وبالتالي أيضا من الطرف الذي يستطيع أن يتحمل خسائر أكثر من الطرف الآخر، أيضا هنالك نقطة ثالثة ما مدى المخاطر المحتملة فيما لو تم هذا الصراع أو استمر هذا الصراع. لو عملنا حسابات رياضية أخي العزيز لهذه المعادلة لوجدنا أن المقاومة الفلسطينية هي صاحبة السبق في ذلك، هي صاحبة الموقف الأعلى بما يتعلق في القيمة المتنازع عليها ألا وهي أرض فلسطين، وبالتالي تساوي أكثر
أكثر قيمة موجودة في الكرة الأرضية بالنسبة لهم، وأيضا لديهم قدرة على تحمل خسائر كبيرة جدا، وأيضا لا يهمهم المخاطر المحتملة، لأن أكثر ما حصل أكثر مما حصل في غزة، فبالتالي هم أصحاب الموقف الحاسم في صراع الإيرادات. بالنسبة لإسرائيل أعتقد أنها الآن تستجدي من طرف خفي الولايات المتحدة الأمريكية والقطريين والمصريين حتى يتم إتمام هذه الصفقة، ولكن بالعلن، ليس حسب شروط حماس ولكن بالباطن حسب شروط حماس، ولكن حتى يخرج نتنياهو وحكومة الحرب بقليل من ماء الوجه أمام المجتمع الإسرائيلي. وأعتقد أن الحماس التقطت إشارة أخرى ذات قوة كبيرة جدا، ألا وهي الثورة الشعبية والشبابية في الجامعات الغرب وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. وأعتقد أن زيارة بلينكن عندما جاء وقال يجب وقف إطلاق النار الآن، وهذه أنا أوقفت، صحيح استوقفت عندها كثيرا، 3 مرات تستخدم الولايات المتحدة حق النقض الفيتو ضد وقف إطلاق النار، الآن جاء بلينكن يقول يجب وقف إطلاق النار الآن. أعتقد أن الوضع في الولايات المتحدة وصل من سيل الزبا، وأعتقد أن الشباب الآن الجامعي أصبح هنالك تغيير في هندسة الوعي لدى الشباب الأمريكي، وهم نخبة المجتمع الأمريكي، هم أبناء القادة والسياسيين والنخب، هؤلاء قادة المستقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كل دول العالم. من يدرس في كولومبيا وبرينستون وستانفورد وهارفارد، هذول أولاد النخب السياسية الموجودة في العالم وفي أمريكا، إذن هؤلاء من سيحكم بالمستقبل. فسقط القناع عن وجوه مثل ما يقول الولايات. نعم دكتور عصام، يعني مثل ربما الساعات القادمة أو اليومين القادمين سيتم الكشف عن مصير هذه الهدنة، هل نتجه بالفعل إلى وقف لإطلاق النار أم يستمر هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟ بشكرك شكرا جزيلا من العاصمة الأردنية عمان الدكتور عصام ملكاوي خبير الدراسات السياسية والاستراتيجية.